السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سوق الطيور بالمدينة ديال سطات، متواجد أمام المقاطعة الحضرية الثانية بالمدينة ديال سطات. هذا الكوبل ديال ليزان سيبارابل دير 700 درهم تقريبا. الكوبل ديال رينبو اللي وصل الثمن ديالهم 400 درهم. حنا شفنا ليزان سيبارابل الكوبل ديال رينبو فيشر وير فلاش زعما الحمد لله خلي راس ديال هنا هو راس كبير حيت كاع اللي هو العوال المعكاكه ديال المقار ديال المعكاكه كثير ولا رشيد وين كتقول الثمن هذا ديال الرينبو تقريبا خويا الرينبو هنايا دابا الرينبو هاز هوغو يعني فيه هوغو وفيه الرينبو على كيتسمى هوغو بريد رينبو هوغو بريد هذا ملي كيعاود يتزوج مع شي حاجه ديال الكريست ولا كور كيدخلوا في التركيبه ديال الهوغو رينبو
هذيك الشمال ديالو كنبيعو فيه بلا 8000 ريال مع السوق دباعيا الدراري تما بغيناهم يتولعوا شويه، ولكن عندنا الصلاه اخرى ما تعرفوش في هذا الشيء والو. مازال كازا كاين المولعين مراكش هنا واحد المدن الكبار فيه دراري كيتولعوا هنايا الصلاه كيصاحبوا كلشي بيروش واحد ما كيعرفوش شنو هو الفرق ما بين فول باغي كلير وين كاع شي باقي ما دخلوش ليه. معقول خاص المدرسه ولا هذا الشيء هذا اللي كيتعلم. علاش تقريبا ما كاينش الاقبال هنا على السوق؟ الاقبال اخويا السواق كاع محرك المدن الكبار كاع محركين فيها. نعم. الا الصطات هنايا خاص الجمال يوليو يجيو هنا حيت الساعه اللي كنا هنايا راه ديال الجمله مش الجمله البيروش نورمال عادي كيبيعوا فيه 30 درهم. نعم وكبير يعني كبير كوبلة 60 درهم. الريمبو مستويات كيكون 5000 6000 ريال دابا تاخذ كوبلة مزيان. دابا كاين هنايا كلير وينغ هنايا في الريمبو جناح صافي. نعم. هاد الكوبلة كون كان واحد الوقت غتباع بواحد 8000 او 10000 ريال. دابا الثمن ديالها هو هنايا دابا 5000 6000 ريال يعني طايح الثمن. طايح الثمن. طايح الثمن. كتشوفوا في التعليقات ديال الاخوان كيقول لك بانه راه فرخ طايح الثمن. طايح بزاف. الكناري البلدي ما باغيش واحد لو شتي هنا راه موجود ما كاينش كيقول لهم شحال. كنار بلدي. كنار بلدي الا كيقلبوا على شي متاوي بايدين يكونوا واجدين كيقلبوا عليهم الدراري وتلاقاهم كيتباعوا بهذيك 100 درهم. نعم يعني ماشي شي ثمن راه كنتشوى كدير 6000 ريال ديال الكناري بايضة. نعم. دابا دايره 100 درهم. 100 درهم. 100 درهم شوف الثمن راه 4000 باش 100 درهم لا. الدراري الاخوان اللي كانوا هنايا معنا في التعليق كيشوفوا هادشي. نعم. راه غادي يكونوا عارفين يعني كاينه كيقول لك بالنسبه للفرخ طاح الثمن ديالو هذا كان تعليق ديال سي محمد المجدوبي. بالنسبه للزوانه خويا كيفاش الزوانه خويا دابا راه باقي الاحتكار ديال البيع والشراء اللي كيدخلوا الزوان دابا كيجيب واحد الرمو كيدخلوا وكيبدا يبيع التقسيط يعني مسلكوا بهذيك 20 درهم. نعم مسلكه ما كيبغيش يبيع الخلشه دابا مدن اخرين الزوان طاح الزوان ولا ب 360 340 ديال الكناري كاينه والبشنه ولات دايره تقريبا 220 في بلايص اخرين هنا اللي باقي شادين الثمن ديالو البشنه ديال هذاك الزوان كركب ديال 3000 ريال 300 ريال الكيلو. نعم والزوال ديال الكناري ديال 400 ريال 400 ريال. شكرا اخويا فهمتيني كنشكرك سي رشيد. بالنسبه لكم انتم كعاشقين ومولوعين بالطيور شنو الرساله اللي كتوجهوها؟ الرساله يسمعونا الاخوان اللي في شي مدن كيكونوا كبار ويجيو للسطات يتقداو راه السلعه اللي بغاوها اللي كان كيجي انه الجمال ديال الكناري راه ياخذ الكناري كيما بغا كان الجمال ديال الباجي ياخذ الباجي كيما بغا. نعم يعني اي سهم لا راه كاين هنا موجود عندنا وبالكثره. علاش؟ حيت كانوا كيجيو الجماله كانوا كيهزوا دابا هذه 4 سنين ما بقاوش الجيو. نعم ما بقاوش الجيو يعني الكونتيتي اللي كانت كتنتج راه باقا عندنا هنايا في السطات يعني كاينه الكثره ديال الفرخ والشاري ما عندناش. يعني كاين الفرخ ولكن الشاري ما كاينش. شكرا اخويا تبارك الله عليك اخويا الله يرحمه. الريمو كنبيع فيه 4000 ريال الكوبلة. الكوبلة وهادو هاد بايلين هاد مجموع هادو فيهم باهم ريمو هم طلاب يعني هادو اللي تجاوزوا مع بعض اللي تبغي يلوحوا الريمو طلاب. الكوبلات هي اول خدمه لهم يلا في البيت هذيك راهي صافي وصلت ولا شحال ولا بعدين شحال دايرين هذيك صاحبي صديقي شحال دايرين هذيك الكوبله هذيك ما خاصش كيقول 700 درهم شوف شنابرة شحال وصل الثمن ديالهم اخويا؟ الثمن ديالهم طايح حتى ما كاينش حتى شحال. كاينه معقوله. شكرا اخويا رشيد بارك الله فيك. شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا السوق ديال الطيور اللي كيف ما كتشوفوا يعني الاسمنه ديالو بالنسبه لي زان سيبارابل وصل الثمن ديالو 700 درهم الرينبو 400 درهم السوق يعني طايح كيف ما ذكروا الاخوان
قلبوا على بيا يا جيت طالب الله سبحانه وزاد مرزقه الله زاد مرزقه صحيح هذا فيه ديروش فيه الميلالين زينه العميل الاسود زيد اللي بغى يخدم بحال اللي بغى يخدم سبانك اللي ولا جديد بغى اللي بغى يخدم بغى يبقى يلعب بيتش يخرج بلاك ويج ولا بلاك بيتش يعني تقدر تشرى العميل الاسود زيد بزاف بحال هاد التوالي هاي هذيك راه واحد دابا اللي كانت عندو يقول لهم الثانيه كيقول لهم بورتور ديال البلاك ويج هادي كذب عليهم فيها هاي يقول لهم بورتور ديال بورتور ديال البلاك ويج ويبيع لهم بالثمن بالثمن الا كانوا كيتصرفوا كاينه كاينه خويا راه غادي يعرفوني على جدو هذه هي الفوقانية هذه دابا واحد يشوفها يقول لك بلاك ولا بلاك فيس ولا ولكن هي ماشي في لا لا هي البيلاليد زيد عندها واحد شويه وهي دابا راه فتقات ومبقاش حيت بعد بعض الطيور اللي كتفتق وكطير كطير كطير هذيك البيلاليد دابا هذه هي فتقات وبقات فيها هذه دابا يعطيوها شي كار ديال سبانكل كتخرج سبانكل راسو كحل والزواق اللي فيه فيها سبانكل وفيها هذه سي رشيد كمل شرح لنا الله يكبر بك دابا قلت هذه اللي من هي الا خد شي واحد يكون عنده ذكر سبانكل سبانكل سينجل فاكتور حيت كاين دوبل فاكتور سبانكل سينجل الا خد يعني سينجل فاكتور وجاو جمعاه الراس غادي يخرج كحل ديال سبانكل والزواقه ديال الظهر غتخرج فيها واحد الديكور يعني جميل جدا غتخرج بحال قوس وقزح في الظهر ديال تبارك الله خويا شكرا السي رشيد أنا أقول لك تعال نعم تفضل أخويا تفضل أسير بالنسبة للإخوة اللي باغي يطلعوا الهوبو يجوا ياخذوا ما ياخذوش حتى ما كانش عنده الأثمنة ديال الهوبو ياخذ طافت ولا كريس العلامات ديال الهوبو ويجوا مع بعضياتهم ويخرج الهوبو يخرج الهوبو وأنا راك عندي واحد القناة ديال محترف العصافير نتمناكم تدخلوا اللي بغى يعرف كيفاش الطفرات ديال المتنحي والمرتبط بالجنس والسائل راه يدخلوا ويشوف شكرا لك أخويا هكا خالي شحال خويا هذه وليدات الثمن ديالها 80 درهم الواحد ياك الحبه شكرا اخويا الله يحفظك والله ما نكذب عليك بالرب زيد شكل مرحبا خويا اش البيت ديالك مرحبا خويا شنو قلنا الثمن شحال الثمن ديالك فين الخائن
طايشين شكرا صحبك شكرا اخويا الله يكبر ما كاين شي بالك فين معاش ديال البام هذا السوق ديال فراس هنا فين حدا المقاطعه ديال البام طاكسيات ديال طريق بن حمد سيدي حجاج التسويقه مخصصه للناس اللي عندهم هوايه ديال الطيور لا تشد مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر يعني من هذا السوق ديال العصافير اللي كيف كتشوفوا الاجواء كيف دايره كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء والى اللقاء في بث مباشر اخر.